السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير للجميع. أيضا تحياتي لكم. قبل ما نبدأ بالفيديو، ما بعرف بالمناسبة هون في عنا بشمال الراين نورثرن فيستفالن عم يتم تساقط الثلوج حاليا بشكل كثيف جدا. للمرة الأولى تسقط الثلوج بهاي الولاية. ما بعرف بولاياتكم ومدنكم بألمانيا، ضمن ألمانيا، هل تم تساقط الثلوج ولا لحد الآن منتظرين الثلوج. ننتقل إلى آخر الأخبار في ألمانيا وأوروبا والعالم. نبدأ بالخبر الأول. مرت سنة كاملة على تشكيل حكومة المستشار الألماني سيد أولاف شولتز، حكومة إشارة المرور الضوئية، الذي تتكون من 3 أحزاب رئيسية في ائتلاف الحكومة، وهو الحزب الاشتراكي SPD والحزب الخضر والحزب الليبرالي FDP. مستشار ألمانيا قال إنه من خلال هذه السنة التي مرت على تشكيل ائتلاف الحكومة قاموا بعمل إيجابي من أجل ألمانيا، وقالوا أيضا إنه يحاول عمل المستحيل لوقف تداعيات الحرب في أوكرانيا. هذا ما قاله مستشار ألمانيا بعد مرور سنة من تشكيل حكومة الائتلاف اللي هي من 3 أحزاب رئيسية، وقال أنه قاموا بعمل إيجابي لحد الآن. أصدقائي، ممكن تشاركونا آراءكم في التعليقات بخصوص عمل المستشار الألماني أو عمل حكومة المستشار الألماني أولاف شولز بعد مرور سنة من تشكيل الائتلاف. ننتقل إلى الموضوع الثاني وغير بعيد عن ألمانيا، في بريطانيا. يبدو أن بريطانيا رأت من تسريع ألمانيا لطلبات اللجوء وتسريع منح الإقامة الألمانية، رأيت أنه قرار مفيد وإيجابي وصائب. بريطانيا كمان عم تحاول تجد صيغة مناسبة لحل تراكم طلبات اللجوء الموجودة حاليا في ألمانيا، واللي عددها كبير، وصل تقريبا إلى 150,000 طالب لجوء حاليا. طلبات لجوءهم لم يتم دراستها بحسب أرقام وزارة الداخلية الألمانية. إذن بريطانيا تخطط لإنشاء نظام جديد لتسريع طلبات اللجوء في بريطانيا، وسيكون هناك خطة من مستويين، من فئتين، بحسب صحيفة الساندي تايمز. وقالوا إنه من الممكن الإعلان عن هذه الخطة في الأسبوع المقبل كجزء من إجراءات مكافحة أزمة المهاجرين في قناة المانش اللي بتربط بين فرنسا وبريطانيا، واللي عادة بيحاولوا المهاجرين واللاجئين العبور منها من الجانب الفرنسي إلى الجانب البريطاني. طيب، ما هو المستويين أو الفئتين؟ ما المقصود بالفئتين؟ المستوى الأول هو الدول التي تعتبر بريطانيا غير آمنة بسبب الحرب، مثل سوريا، أفغانستان، وحتى إيران. مواطني هذه الدول لديهم فرصة أكثر من غيرهم في قبول طلبات لجوئهم، ولن يطلب من مقدمي طلبات اللجوء من هذه الدول ذات المعدل المرتفع في قبول طلبات لجوئهم، لن يطلب منهم إجراء مقابلات أو تقييمات. هذا كان بخصوص الدول الغير آمنة بسبب الحرب التي تعتبرها بريطانيا يعني من الممكن قبول طلبات لجوء مواطني هذه الدول، وعندهم فرصة كبيرة للحصول على اللجوء. أما بخصوص المستوى الثاني، الدول التي تعتبرها بريطانيا دول آمنة مثل ألبانيا والهند، سيكون هناك اهتمام سريع بطلبات لجوئهم والتواصل مع حكومات تلك الدول لترحيل أولئك الذين ترفض طلبات لجوئهم في بريطانيا. وهناك 150,000 طالب لجوء في بريطانيا بحاجة إلى دراسة وتقييم. المسؤولين البريطانيين يأملون من خلال هذه الخطة تقليص تكلفة إسكان طالبي اللجوء في الفنادق، وتمكين عدد كبير من المهاجرين من العمل في بريطانيا. أكثر من ثلث طلبات اللجوء المتراكمة في بريطانيا هي من سوريا، أفغانستان، أريتريا، السودان، وإيران. وبحسب أرقام وزارة الداخلية البريطانية، أن 98% من طلبات اللجوء المقدمة من السوريين والأفغانيين والإريتريين تم منحهم صفة اللجوء في بريطانيا. وعبر هذا العام، عام 2022، 45,000 مهاجر عبروا قناة المانش ووصلوا إلى بريطانيا، وهناك توقعات من وزارة الداخلية البريطانية بعبور 6,000 آخرين، ليصل العدد إلى 50,000 شخص في هذا العام، عام 2022. إذن هذه هي خطة رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك بخصوص تسريع طلبات اللجوء في بريطانيا. ننتقل إلى موضوع آخر. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية
أورسولا فوندرلاين إنه يتعين على أمريكا والاتحاد الأوروبي الاستثمار معا في التكنولوجيا النظيفة وعدم المخاطرة بحرب تجارية مدمرة. وكشفت فوندرلاين عن عزم الاتحاد الأوروبي تعديل قواعده لمواجهة آثار وقوانين خفض التضخم الأمريكي، وقالت أيضا إنه في مواجهة تغيير المناخ فإن لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة واسعة للحفاظ على رياداتنا الصناعية، وحذرت من المخاطرة بحرب تجارية مدمرة. هناك مخاوف أوروبية أيضا من مشروع واشنطن التاريخي بقيمة 700 مليار دولار المسمى قانون خفض التضخم، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية للمستهلكين الأمريكيين الذين يشترون سيارات كهربائية ببطاريات محلية الصنع، أو في بعض الدول أو البلدان التي لديها اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا شريكان تجاريين رئيسيين، لكنهما ليس لديهما مثل هذا الاتفاق. إذا قانون خفض التضخم في أمريكا واللي عم تموله واشنطن بقيمة 700 مليار دولار أمريكي يسمح للمواطنين الأمريكيين إعفائهم من الضرائب وشراء البطاريات، بطاريات السيارات الكهربائية وقطع غيار أخرى من بعض البلدان التي لديها اتفاقيات مع الولايات المتحدة. ولكن الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي ليس لديهم اتفاق مع أمريكا بخصوص هذا الموضوع لحد الآن، فهذا عم تحذر منه رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين. ننتقل إلى موضوع آخر بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في ألمانيا. الحكومة الألمانية ترغب في دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، دمجهم مع الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة بشكل اعتيادي. يعني ممكن يكون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو معاق في بريطانيا في ألمانيا يذهب إلى الصف مع أصدقائه أطفال الآخرين. نحن نعرف العادي أن هذا الطفل بحاجة إلى دراسة، بحاجة أنه يذهب إلى المدرسة، فهناك رغبة وخطط من الحكومة الألمانية بدمج هؤلاء الأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، دمجهم مع الأطفال في المدارس، وأيضا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والكبار في السن. ترغب الحكومة الألمانية في إيجاد فرص عمل لهم. وكمان بالشركات الألمانية يعني تقريبا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين نسبتهم معدومة من نسبة الأشخاص العاملين في الشركات الألمانية ضمن ألمانيا، وهذا الشيء مخالف للقانون. إذا الشركة رفضت طلب شخص وهو لديه القدرة على العمل في تلك الشركة، هذا قانونيا لا يجوز في ألمانيا. وما في عندنا نسبة لا يستهان بها من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في ألمانيا، سواء كانوا أطفال أو بالغين أو كبار في السن. إذا خطوة بعتبرها جيدة وإيجابية بخصوص إيجاد فرص عمل أو دمج ذوي الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال في سواء كان في المدرسة أو في العمل، لأنهم بالأخير كمان ممكن يعملوا، ممكن يساووا شيء، وهذا مفيد لكم، ما يحسوا بالملل ودائما عندهم طاقة إيجابية وما يحسوا إنه يكون في تمييز بينهم وبين الأشخاص الآخرين. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو أصدقائي، بتمنى المعلومات اللي ذكرناها تكون مفيدة للجميع. نلقاكم بفيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.